سؤالي عبر صفحة الفيسبوك، هل عندكم القدرة تختاروا الشخص المناسب ليكون جنبكم، إن كان شريك الحياة أو صديق الحياة؟ ريتا، هل هناك صباح بلا قهوة؟ وكيف يكتمل شكل المطر بلا غيم، والنهار بلا إشراق، والورد بلا عطر؟ وكيف لا يشرق صباحي وأنت تطل علينا بوجهك المبتسم؟ صباحك أمل يا أطهر صباحاتي. تانكيو يا ريتا على الكلمات الحلوة. اختيار الصديق أو شريك الحياة مش صعب، من يقف معك في السراء والضراء هذا هو الصديق والشريك اللي لازم نحافظ عليهم. وكتير ناس تلبس أقنعة زائفه لكن بتسقط عند أول عثرة لقلبك السعادي ولقلبك يا ريتا. ألا أدريس المواقف يلي ممكن تصير معك تعرف إذا الشخص مناسب إلك، لأنه المواقف وحدة بتكشف الواقع، واختيار شريك الحياة بأمور ما بتجاهلها بعرف إذا مناسب لألي أو لا، وهذا أهم شيء. سعد صباحك يا جو وصباحك يا ألا. صابرين طالب صباح النور زوزو. إيه ليش لا خاصة ليش لا خاصة شريك الحياة إنه مش أي حدا وبس المهم نتزوج، لهيك أنا كتير بتأنى بهالموضوع، أهم شيء يكون يحبني ويفهمني. وتعازينا الحارة لأستاذ عامر طبعا ومننا كمان. دودو بغدادي صباحو جو، الواحد بيفتش على الناس قلبهم طيب والصادقين، وحتى شريك حياتنا لازم نتطلع على الأخلاق والصدق والوفا. سلام على أهضم شاف. مين حسين. سوسو دالي صباح النور، أخي العزيز الاختيار صعب تناله إلا بمعجزة من الله، وكل الناس مناسبين فيه. من يعطيك درس بخيانته إلك هيدا الدرس ينعاد عليك بالأجر، لأنه خليك تتعلم وفي من يخليك عايش متهني بحياتك. روعة، وكل عام وانتم بألف خير، اللي بتمناه انه الله يكملها يا رب ان شاء الله. امل عبد الله قبلان صباحكم سعيد، الاختيار صعب لشريك الحياة بس اهم شيء الصداقة والرفقة الحلوة. لولو ابراهيم صباح الورد. ساندرا الاختيار صعب بهيدا الزمن لنبضك السعادة يا جوزيف، حبيت منك يا ساندرا لنبضك السعادة ان شاء الله يا رب من تمك لباب السماء. سلاني سوار يا ربي يا ربي، شو يا ربي يا سلام؟ على طول بنقول يا ربي اكيد الحمد لله ويا رب، بس بالفعل الاختيار كتير صعب بده يكون للاشخاص اللي بنخليهم حدنا بسنه 2018 والعالم اللي لازم نشحلها من حياتنا، او اذا قدرنا نغيرها. بعرف اذا في حدا يغير حدا، واحد يقدر يغير بحاله بس بتصور لما وي. طيب خلينا نقول شو في مع لما، يعني تخيلوا شو في مره ثانيه. يا اختي ارحمينا. نعم. اول شيء نعم، عندك القدره تختاري الشخص اللي بده يكون حدك بال2018، وعندك القدره انك تشحلي عالم من حواليك؟ التشحيل كثير هين. ايه اكيد، مع العمر الواحد بيشحل بسهوله اكثر، وبصير مع الخبره وبصير في عنده بعض نظر، يعني انه ما يختار ناس جديد ما منيح من اول طريق، يعني مفروض نعم هالشيء يساعدك. هلا اختار الشخص اللي المناسب، الحمد لله انه انا بالنسبه لي اذا بنحكي عن الزوج عن الشريك، عن الشريك طبعا. هلا ما في تحيه لي وبعيده كمان حبيبي. هلا ما في يقول انا عندي القدره اختار لسنه الجاي، انه انا مختارتهم. أوكي. يعني كل شيء بتغيره بحياتك الا اصدقائك، يعني ممكن تغيري تشحلي ولكن ولا إيه؟ اصدقاء هن بيبقوا بكفوا معك، يعني الواحد بيغير كل شيء انا بقول بحياته، بس اصدقائه المضبوطين ما بيتغيروا. صحيح، بس التشحيل كثير هين. شو حلو، نعم، شو بيريح هيك. انت بتحبي هالقصص؟ اي لانه ايه باد انرجي. انا بتحبي هالقصص. هلا شوفوا كيف فيكم تتصلوا، ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، تسالوا لما شو ما بدكم، يعني هي جاهزه لانه تجاوبكم. انا رح قد ما في خليها تضل بموت حلو، بس ما بضمن لكم لانه اجوبتها دائما بتكون بتبقى بتطلع هيك بقولوا جاوبوا تحت باطه هي هيك. بس انا رح بلش بالواتساب. بالواتساب يلا. هلا في عندي بين الاسئله في صبية عم بتقول انه سوري انا ما لحقت الحلقة اللي حكيتي فيها شو النصايح بخصوص تحضيرات راس السنة، الماما طلبت مني انه ارجع اسألك هالسؤال انه هي حضرتها. هلأ بحلقة الماضي انا قلت انه عنا مشكلة وقتها كل شيء نتركه لاخر دقيقة، خاصة الصبايا عم بحكي. صارت اخر دقيقة هلأ؟ يعني بالنسبه لهم اي لا في ناس بعدها الاخر نحن مسائب انه راس السنة نهار احد براسنا انه ويك اند، انه هي لا لازم نعمل كل شيء نهار السبت. يا ريت هيك بتفكروا، لانه حكيت اكثر شيء عن الشعر يلي شعره قلت بيكون ناعم كثير، ما فيها تعمله قبل بيومين لانه بده يزيد، فاعملي بعد الظهر اليوم ما بيزيد لبكره، لا
يعني بيلحق يبقى، لأنه أكيد بعدين بده ترقص بده. وفيك تعمل بقوله كودوبان، الكودوبان هيدا الكودوبان ما في الشعر بزيت، بده ينتبه بس على الطرف. أما اللي شعره ناشف والشعره جعده، أنه حرام ما تعمليه من امبارح، لأنه أول شيء لا بزيت وبيضاين وبيطلع أحلى بعد يومين. لأنه بيضب مبعود منفوش. وخاصة أنه كنا بنعرف على وجه الضوء. بأول نهار من السنة الجديدة بنكون كنا عم نغسل شعرنا من ال. طب على القليلة أنت شاري بيجامة جديدة؟ كله للعيد، حتى الكلوش. فهيدي أول النصايح. وكانت النصيحة الأساسية أنه الشوز اللي عم تشتروها يا صبايا مش بجيبها من العلبة وبلبسها قبل ما أظهر بنص يعني. طب هلا بتكملي بس هنشوف كامل شو بده. كامل وبده يسأل لما. كامل مستعد أنت؟ تفضل رح نلطف لك الأجواء يا كامل. صباح الخير. بونجور، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا بكامل، كيفك؟ ينعاد عليكم. وعليك يا رب. أول شيء أنا كثير مبسوط إنه استبت مدام لما معنا، لأنه هيدي من أجمل الفقرات اللي أنا بتفشل خلقي بصراحة. كلنا بتفشلنا خلقنا. مدام لما هي بتفشلنا خلقنا. الله يخليك. تسلم تسلم يا كامل، تفضل. أنا سؤالي لمدام لما، إذا معزومين على سهرة يعني عائلية، شو أفضل شيء ناخده معنا؟ هل حلو ناخذ حلو أكل ولا عيب؟ يعني هن المفروض يكونوا حاضرين يعني سهرة عند قرايبيننا. وشو أفضل زي نلبسه؟ نلبس طقم ولا سبور؟ وشو الكادو؟ أهم شيء شو الكادو؟ لأن أنا بحتار شو بدي. شو الموضوع؟ كامل أول شيء نعد عليك يا رب بالصحة وبهالروح الحلوة اللي أنت فيها. طبعا وقتها بدك تروح عند ناس على العشاء إجمالا بيكونوا هم محضرين الأكل طبعا. يعني أنا بقول أنه إذا أصحابي وقرايبيني بكل سهولة بسألهم بدكم جيب مشروب، بدكم جيب حلو، بدكم جيب ديزرت أو أي شيء، بيكون السؤال كتير حلو بتساعد صاحبة البيت، لأنه أوقات بيصير في أوفر يعني ما بس فينا نجيب شيء للبيت يعني. وفينا نجيب شيء للبيت لأنه بهالأيام صارت كتير سهل الهدايا، يعني إشياء تشبه المناسبة تشبه الأعياد وراس السنة، في عندك كتير إشياء حلوة. بعد أفضل كمان من ما نجيب جاتو نجيب شوكولا، لأن شوكولا بيبقى يعني ما بينتزع، بس إذا جبنا بيمد وبيبقى أفضل من ما نجيب جاتو يعني. هيدي شغلة. أما بالنسبة للتياب، بالنسبة للتياب دايما العشاء بالبيت بيكون الواحد لبس مرتاح أكتر، يعني أفضل تكون لبس سبور شيك لأنه نحن قاعدين ببيت، إلا إذا عاملين عزيمة كتير كبيرة يعني انفيتاسيون فيها 100 شخص، صرنا كأنك أنت رايح برات هالبيت، ساعتها بدك تلبس طقم. بدك تلبس تكسيدو يعني هيني. لا بقلب البيت انه قلب البيت تلبس فور شيك وترتاح. واذا كتير حابب مثلا لابس شي كرافات او فراشه بتشتغل بعدين وخلصنا يعني. لا فيك تلبسها مع جينز الكرافات يعني كثير مهضوم مثل ما بدك، وبعدين شيلها البيت كتير منيح يعني. او مثل ما قلت لك شوكولا بمد او بزر صغير بمد اكثر. سألوا جوزيف لانه جوزيف عنده بالبيت دايما بده اشياء سعدود تبقى لبعدين. لانه ما في مطرح. ما هيك؟ انا ما تجيبوا لي حلو، انا ما باكل حلو. بقى بناخذ اتصال ثاني. الو؟ راح الاتصال. طيب بنكمل مع الواتساب. اوكي بنكمل مع الواتساب هون. شو الحل لحتى يضاين المكياج خلال سهرة راس السنة؟ وهل تنصحي أنه نعمله من بكير؟ هيدي مشكلة كل الصبايا والسيدات. ما بده شي سبراي المثبت. تريبيا جوزيف تاخد معي 10 على 10 بربحك أني نتغاز هلأ. أنا من اليوم عامل الميك اب ومثبته. هي القصة أنه إذا رحتوا عند ميك اب ارتست لتعملكن عم تنجبروا تروحوا بكير، لأنه في كتير أشخاص وعلى الأرقام وبالدور وما بعرف شو عم بيحطولكن فيكسر قبل برايمر وفيكسر بعد الميك اب. هيدي واحد. اثنين، بس اذا انتم عم تعملوه بالبيت لا ما تعملوه من بكير. قد ما فيكم اجلوا يعني اخروا الميك اب. لا هو بس بطمنكم بعد الساعة 12 ونص ما حدا بيشوف حدا. انه ماشي الحال اذا شطت الكلام ما حدا حينتبه. هو انا ماشي يعني عتمت واول ما تفوتوا بس اوعى تفهموا انه فيكم تشربوا هالقد. لا هيدي رح نحكي فيها بالاخر. فبقصد انه بعد ما تعرقوا وترقصوا وتفزوا خلاص كل الناس بتتخربط. فمشان هيك
بلشوا سهرتكم مخربطين بأي معنى، يعني وقت بدي أعمل شعري، وهي من النصايح اللي عطيتها، خلوا شعركم ينوبر يا عمي، ما في حدا بيفوت مصبر أنه أوعى ولا خصلة، مثل ما حكينا الشعر الناتشورالي اللي فيه حياة هيدا هو موضة لا تموت، كفوا فيها صحيح. All the way. يعني تقطعوا الساعة 12 بكونوا رقصتوا وتخربطوا شعراتنا، مش عتلاني هام كل حتى فيهم 20 كيلو سبراي 500 دبوس بالراس وبتطلع بوجع راسها ومبلش ستك كثير يعني غلط، في سهرة تانية هي تفكفك الدبيس بس بتقضيها شي ساعة ونص بقى بليها. نعم. أول طريق بليها. أوكي أوكي يلا بعد عندك أسئلة؟ إيه عندي، عندك كتير. عنا بون، انا ست لما انا احب اسالك بالنسبه لبنت عمرها 14 سنه اخذتها معي على سهره راس السنه، السهره بمطعم عربي وما بعرف شو بدي لبسها، شو اقتراحاتك؟ اول شيء عمرها 14 سنه بدها تلبس لعمرها، يعني مش فرقانه فيها تلبس، من شوي مرقت صوره كثير حلوه هيدا الموطول كاب يعني المفتوح مع شورت لعمرها زحف، مش شورت وكعب، رجعنا طلعنا عن ال 14 سنه، بتلبس شيء بيشبهها شيء لعمرها، وبعدين الله بيخليكم مش ضروري تعملوا لها الميك اب لتصير عمرها 16 لتلاقي عريس بركب بالصاله، عمر الوش حلو ما بده، اتركوها على طبيعتها، نحن عم ننصح الكبار ما يعملوا ميك اب، فخلوها تكون فيري ناتشرال. طبعا طبعا. طيب انا بدي اقول لك شغله، طب عم تحكي دائما مع النساء، طب الرجال اعطيهم فكره شوي، اكيد ميك اب مش وردي مش وردي شعراتهم انا بس الشعر والدقن والترتيب والواكس وات ايفر، يعني كل شيء هايجين لازم ينعمل قبل بيومين، لشو الزركه؟ انه ما تتركوا حالكم، ودائما الرجال اهون بيلبسوا، يعني اذا كثير سهره يعني بيلبس بطريقه بدله وبيشلح، بيلبس القميص تكون حلوه، الكرافات حلوه، عرفت؟ بس الميكس اند ماتش از اولويز اكسبتد، يعني قد ما فيكم تكونوا مرتاحين. وبنرجع كمان النصيحه اللي بنقدمها، الله يرضى عليكم. ايه. الله يخليكم. ليله راس السنه يا شباب يا شباب يا شباب، بدنا ليله تمرق على خير، يعني عندكم سهره فور فري مجانيه بوسط بيروت، من وين ما كنتوا جايين فيكم تستعملوا التاكسي، او في حدا يسوق ما يكون شربان، يعني ما بدنا حوادث، هي اهم شيء. الله يرضى عليكم، اهلكم ما ربوكم ليخسروكم لا سمح الله بغلطة صغيرة، كونوا واعيين على الموضوع كتير منيح، انتوا غاليين علينا وغاليين على اهلكم، ما تشربوا فوق طاقتكم وما تشربوا وتسوق. وإذا بتحبوا الحياة بدكم تعيشوا. لتعيشوا هالحياة وتخلوا اهلكم ما تقصفونهم. لما هابي نيو يير، ثانك يو على اليوم نصايحك، رح أروح عند الشيف. صباح الخير. نسيت شغلة هيك مهضومة. رح نروح بكل حب عند الشيف، لأنه الشيف اليوم عم بيعامل الفخذ اللي قدامه بشو؟ بحب. بحب، تفضل. صباح الخير لكل المشاهدين. لكن بعد ما فوتنا فخذ الغنم على الفرن حمرناه، بس فخذ الغنم عملناه كمان بحب. انبسط يا جوزيف. طيب، هلا صار وقت نبلش أو نحضر قالب الكيك الفرنوار، لكن قالب جينواز رح بلش فيه انا وياكم، حشيت طبقه بس تركت طبقه لحتى احشيها كمان انا وياكم، لكن في عندي هالعجينه، عندي هون من سيروب او عصير برتقال طبعا، او نحن جبنا من فواكه مشكله، سلطه الفواكه المجففه الطازه، بيكون فيها كمان من العصير بقلبها، هول العصير فينا ناخذهم وايضا نسقي فيهم قالب الكيك. طيب انتو مثل ما عم بتشوفوا كيف عم سقي قالب الكيك، لحتى طبعا هم مشاهدينا ما يطلع ناشف عندي، لهالسبب انا بسقيه بالسيروب، لكن مشاهدينا او فيكم تحطوا من عصير الاناناس، عصير البرتقال، او فينا نحن بالعلبه اللي بنشتريها الفواكه الطازه، سلطه الفواكه الطازه بيكون فيها مرقه، هاي المرقه انا بقدر سقي فيها طبعا قالب الكيك. طيب هون خلصنا تسقيه، في عندي من الكريمه، جبنا كريمه فريش نباتي، خفقت الكريمه فريش نباتي، اخذنا هالكريمه كمان بحطها بهالشكل، طبعا مثل ما عم نشوف عندي سلطه الفواكه، كمان بوزع سلطه الفواكه، هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، لكن عندي 300 جرام من السكر، 300 جرام من الطحين لعجينة الجنواز، عجينة الجاتو،
ايضا رشة فانيل، وعندي كمان برش حامض. لكن هيدي سلاد دي فروي حطيتها بهالشكل. ايضا بجي بحط اخر طبقة، اخر طبقة ما بحط عليها كمان سلاد، ما بقدر احط سلاد اخر طبقة، لان اخر طبقة بدنا نلبسها وايضا نغلفها. بس طبعا كمان اخر طبقة هون مشاهدينا لازم نحنا كمان نسقيها لحتى ما يطلع عندي القالب ناشف مثل ما خبرتكم. لهالسبب كمان بنسقيها بالعصير. رح بلش انا بعد ما سقيها غلف بالكريمة، الكريمة جاهزة عندي لغلف من الوجه الفوقاني ومن داير القالب، رح البسها كريمة. بس هون طبعا انتو داير القالب فيكن تزينوه بالكريمة، او فينا نزينه بالفستق الحلبي او بالبندق او باللوز حسب ما انتم بترغبوا. انا هيدي اول خطوة رح خلصها، وايضا الزينة رح اتركها لتاني فقرة انا وياكم باخر فقرتين عفوا، رح نزين هالقالب مع فخذ الجيجو منقدمهم وخبركم بالتفصيل عن باقي الوصفات. ما خلصنا لان بعد في عنا وصفات ما خبرتكم عنها. اما هلا بالعودة لك جوزيف. اه خلاص هيك دغري ختمت. شو بمكتران حكيك، بلشنا من اول السنه مبين. على الكتران حكيك مو مش انه هلا قررت تخفف بالوقت الغلط؟ بمكتران حكيك بنبلش سنه بخير مبين. خليك عم تعامل الفخذ بلطف هلا، انا رجع لك بعد شوي. بريك ومنرجع.